كمامة دي كمامة ولا الشال ديرها ماما الشال ديري الشال ولا كمامة جيبها كمامة جيبي كمامة واخا برك جيبي كمامة على مسألة التقديم فعلى بركة الله متابعي قناة شوف تي في مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر حديث الشارع التازي هذه الأيام هو وفاة منصف أقولها الشاب كل شيء كيبغي بإقليم تازة ماس في البرازيل حادث سير تعدد أسباب الموت واحدة الوفاة المنية في ذاك المنطقة اللي بعيدة على المغرب لكن الإشكال اللي كاين متابعي قناة شوف تي في الأم المكلومة كتقول بغيت نشوف ولدي وبغيت شي بلاصة فين ترحم عليه يعني بغيت ندفنه في المملكة المغربية فنبغيو من المسؤولين انهم يشوفوا نداء هذه الام متابعي قناه شوف تي في للام للاصدقاء ديالو للعائله ديالو متابعي القناه ونشوفوا بعين الرحمه لهذه الام متابعي القناه اللي غادي تهضر مع المغاربه وتناشد السلطات والجهات المسؤوله وحتى القنصليه المغربيه بالبرازيل والقنصليه المغربيه حتى وزاره الخارجيه باش هذا الوليد يدخل للمملكه المغربيه متابعي قناه شوف تي في خذي خالتي خذي كمامة ديالك كي مزيانه خالتي فالله يرحم منصف اخالتي كل شيء كيهضر عليه في تازه كل شيء كيبغي في تازه امين اللي كتب الله هو هذا وليدي حطمني وليدي شوطني بكبتي وليدي حبيبي مشي لي بلا رجع وليدي باش نعوض وليدي جاتني الضربه القاضيه يا وليدي وشكون يعوضك وليدي وشكون ندير في بلاصتك وليدي ومتيني في الغربة يا وليدي 35 عام وانا حاضيك وليدي فلوسي خسرت عليك كلها وليدي وقريتك وتخرجتيني مهندس وليدي حبيبي وليدي منين نجيبك وليدي حبيبي وشكون يجيبك ليا وليدي حبيبي بغيت نشوف وليدي وقف الصندوق وليدي هادي 3 سنين ما شفت وليدي وتلاقى مع الوباء ديال كورونا وما كيجيش عندي وليدي حبيبي منين نجيبك وليدي وباش نعوضك وليدي وشمتيني وليدي وحرقتيني وليدي أوليدي ورستي لي جناح يا وليدي يا حبيبي يا وليدي يا الحبيبة وليدي يا وليدي شنو قالوا لك يا وليدي كنا نهضروا مع السفارة المغربية والبرازيل ما كيجاوبوناش وبغيت شي حل وبغيت المساعدة باش جيبوا لي وليدي أنا مزاوجة في المسؤولين وكناشد صاحب الجلالة وناشد صاحب الجلالة وناشد صاحب الجلالة وحتقوني وجيبوا لي وليدي أنا مزاوجة فيكم وطالب المسؤولين باش يجيبوا لي ولدي ويساعدوني ويجيبوا لي ولدي لا حول ولا قوة يا ربي ترحمني يا ربي ونشوف وليدي للنظرة الأخيرة وليدي 3 سنين ما شفت وليدي أنا مزاوجة فيكم عتقوني ورحموني ورحموا هاد الأم المكلومة أنا مزاوجة فيكم قلبي كيتشوط وليدي أنا مزاوجة فيكم أنا كنتحرق أنا مزاوجة فيكم عتقوني عتقوني أنا مزاوجة فيكم أناشدك يا صاحب الجلالة عدة مرات يا صاحب الجلالة أناشدك يا صاحب الجلالة اعتقني أنا مزاوجة الله يطول عمرك يا سيدنا إلا ما تعتقني أنا مزاوجة فيك لا حول فمتابعي قناة شوف تي في كما كتشوفوا الابن ديالها توفى بالبرازيل متابعي قناة إسراء حادث السير كان بدراجة نارية وقصوا سيارة متابعي قناة شوف تي في توفى الله يرحمه لكن
كاين هناك اجراءات اللي خصها تقام باش ان الابن يجي للمغرب يتدفن عبر طائره من البرازيل للمغرب، لكن كنسمعوا بان القنصليه المغربيه بالبرازيل ما كتهز التليفون، الناس المسؤولين بالبرازيل ما كيهزوش التليفون، الناس المغاربه او الاداره بالبرازيل ما كتهزش التليفون. فنتمنوا انكم تسمعوا نداء هذه الام سابقا انا شفت فيديو كناشد الناس ديال الداخليه والناس ديال الخارجيه انهم يتواصلوا مع هاد العائله، حقاش راه كاين مغربي متوفي بالبرازيل، ما كانش حارق، ما كانش بدون اوراق، لكن كان بعمل رسمي ديالو توفى بالبرازيل. فماشي السيد توفى بالبرازيل باش نجيبو ندفنو من المغرب، نتصل بالمسؤول لا يجيب او نتصل بالمسؤول ما يهز عليا التليفون، فانت مسؤول بالبرازيل من اجل خدمه المغاربه، واش ما كيهزوش التليفون على العائله اللي راها تما؟ ما كيجاوبوش، عيطات لهم مرتو ما كيجاوبوش، الصديق ديالو ساو باولو ما جاوبوش نهائيا، لا ما كيجاوبوش نهائيا ما كيجاوبوش. شنو هو المشكل باش لحد الان مازال ما دخل المغرب باش يتدفن هنا الابن ديالك؟ انا ما عارفاش شنو هي الاجراءات، انا الاخوال ديالو هما اللي راهم كيديروا جهدهم باش يجيبوه، وكل واحد شنو كيقول لهم، انا بنفسي ما عارفاش، انا ما كنبغيش نسمع الاخبار اللي غادي تجيب لي ولدي ميت. كنقول لهم حتى تجيبوه ونشوفوا في اخر لحظه، انا بغيت غير نشوف وليدي. وتفاجات بهم كيقول لك ما كيجاوبوهمش. هذا هو المشكل. انا كنناشدهم لمرات ومرات يوقفوا معايا ويجيبوا لي وليدي. انا كنطلب منكم جيبوا لي وليدي، انا كبتي تشوات، بركة عليا غير الفرق ديالو، جيبوا لي وليدي، بغيت نشوف وليدي النظرة الأخيرة وندفنو حدايا في مدينة تازة ونبقى نقيس على قبرو. أنا مزاوقة فيكم، جيبوا لي وليدي ندفنو حدايا في تازة ونبقى نزورو ونقيس على قبرو. أنا مزاوقة فيكم، أنا مزاوقة فيكم المسؤولين، أنا مزاوقة كناشدكم باش جيبوا لي وليدي، أنا مزاوقة فيكم. أستاذ تقربنا من الإشكال اللي واقع ديال الأم المكلومة، الله يعطيك السر. يعني أنت مسكينة كتبكي على الكبدة ديالها، الإشكال مازال ما عرفناه. خويا عبد الله، كان الناس اللي في الأصدقاء ديالو اللي في البرازيل، كاين ناس كيقول لك شوفوا يعني السفارة البرازيلية باش يعني نعلموا بأن السيد ماس يعني ماسوري مونسيف توفى تما، باش يعرفوا باش هنايا الناس الداخليه باش يتواصلوا بعضياتهم. ما عرفناش راس الخيط شنو هو، ما كيهزوش التليفون، ما كاينش تواصل، لا والو. قال لك اسيدي كنتصلوا بهم ما كيجاوبوناش، وعارفين ما بيننا راه مغربي راه توفى تما بحادث السير. بالنسبه للناس المسؤولين ما عارفينش، بالنسبه للبرازيل تما ما عارفينش بيننا. داكشي باغي يتم الاخبار ديالهم، مازال ما تخبروش. انا قال لك ضروري يتم الاخبار ديالهم وما ما كيجاوبوش. كيف غادي يتم هذا الاخبار وما كيجاوبوش؟ يعني الاخبار ديالهم مازال ما بانش، مازال هما ما عندهمش في راسهم بان راه السيد دابا توفى تما عندهم، ما كيجاوبوش. باش غيعرفوها؟ ما كيجاوبوش، هذا هو المشكل. يعني انت تشوفي الجثه ديال ولدك واخا الله يرحمه، ولكن عاد ترتاحي شويه. ولدي دابا دابا راه غادي في لومبيلونس ساو باولو، لان البلاصه اللي مات فيها مدينه صغيره، مدينه صناعيه فين خدام هو نيت. صافي مات مسكين تما، داو لذاك سميتو لا موغ اللي تما، وقيلا غير ثلاثه ديال سميتو، قالوا ما تفوتوش 24 ساعه. يعني 24 ساعه صافي خص تشوفوا فين ديروه، ما خصوش يبقى هنا. صافي اتصلنا بالناس اللي تما صحابو داكشي باش داو لا موغ ديال ساو باولو، قال لك مده اسبوع. واش مده اسبوع غادي تتم الاجراءات وما كيجاوبوناش؟ والبرازيل ماشي فرنسا، ماشي اسبانيا، ماشي دير البرازيل، دير البرازيل راه مواطن مغربي، راه المغرب اللي خسر عليه الفلوس وقرات تخرج باك بلس 5، راه مغربي، مواطن مغربي. عباد الله عتقوني وجيبوا لي ولدي، الله يخليكم ويجازيكم بخير، عتقوني وليدي جيبوا لي، انا مزاوقه فيكم انا مزاوقه فيكم. الى ما تجيبوا لي وليدي في الصندوق غنجيب وليدي غير في الصندوق. كنت كنتظر ولدي يجيني على رجلي، اذا بي غيجيني في الصندوق، وكنتمنى يجيني وليدي ونشوفه في الصندوق. واخا في الصندوق
راضي بقضاء الله وقدره، راضي بقضاء الله وقدره، رغم الصدمة الصدمة صدمة. 10 دقائق كنهضر مع ولدي ابي الفيديو، كيضحك معايا وكيهضر معايا، فاذا بي كيعيطوا لي بعد 10 دقائق بان ولدي مات في كسيدة. انا تصدمت، انا ام، رحموا هاد الام، انا مزوجة فيكم، رحموني، انا مزوجة فيكم، رحموني، رحموا هاد الام المكلومة، انا مزوجة فيكم، رحموا هاد القلب اللي راه كيتحرق، انا مزوجة فيكم. فنداء للجهات المسؤولة، متابعي قناة شوف تي في، مغربي توفي بالبرازيل إثر حادث سير متابعي القناة. لكن الغريب في الأمر، فين هما الناس ديال الإدارة في البرازيل باش يتواصلوا مع الناس اللي تما، باش هذا الإنسان أنه أو هذا المغربي يحمل بطاقات تعريف وطنية، من حقه يتدفن في بلاده، من حقه يتدفن في المغرب، من حقه يتدفن حدا ميمته. هاد الأمة طلبت شي حاجة اللي مستحيلة، أو شي حاجة اللي تعجيزية. مغربي يشتغل بالبرازيل أو مقيم بالبرازيل، وقعت له حادثة سير قضاء وقدر أن أقولها، والله يرحمه تقول الأم، وليني واش ما محقهاش تشوف ولدها حتى ميت يتدفن حداها. ما مشى هجرة سرية، ما مات في باطو، ما مات في قوارب من الموت، ما كلات حوتة، ما حتى حاجة. بوريقات وعمتي، بوريقات وليدي، بوريقات، بوريقات في شركة معروفة وليدي، وليدي بوريقات، مقيم ومتزوج ومستقر تما، ما كاين لادي ولادي. وليدي بوريقات، الوريقات كلهم يصيفطوهم ليهم ويشوفوهم. عندو وليدي وليد وبنيته وليدي، الوليد راه قريب 4 سنين او 5 سنين، يمكن قريب 5 سنين، والبنيته يالله مازال ما كملت العام. يالله تزادت بنيتي، يالله تزادت بنيتي. وليدي فرحان بوليداته، مشى وليدي، وليدي مشى لي وليدي، ما شبعش بوليداته، ما فرحش وليدي بوليداته. الزوجه كتجري هي في الاجراءات باش انه يجي المغرب، والو كتجري مسكينه هي اللي كتعيط، حنا ما باش نعرفوا هي وصاحبه، هي وصاحبه تما، هما اللي كيتصلوا وتلفات مسكينه، ما عرفت ما دير تما، ما عرفت ما دير. خلصات عليه فلوس باش دا يلا، وراه مليون وشي حاجه اللي خلصات عليه باش داو غزة وباولو، مليون وشي حاجه ما عقلتش بالضبط شحال قال لي السيد الصبح، مليون وشي حاجه. غير الاداره المغربيه تما اللي مازال ما توصلت، الاداره المغربيه يبغاو يعلموا السفاره باش بانكم كوا واحد المواطن مغربي مقيم بالبرازيل، توفى في البرازيل في المدينه ديال ديفان بوليس، وبغاو يعلموا بالممات ديالو بان السيد توفى في البرازيل، ولكن لا حياه لمن تنادي، ما كاين والو، ما كاين والو لحد الان، ما كاين والو. وكان خاف وليدي يبقى لي تما، انا كنناجدك يا صاحب الجلاله، اقولها واعيدها يا صاحب الجلاله، الله يشافيك يا صاحب الجلاله، الله يحفظك لينا يا صاحب الجلاله. الى ما تدق لي يا صاحب الجلاله وتشوف لي وليدي ويجيبوا لي وليدي، مواطن مغربي، انه مواطن مغربي، مواطن مغربي، أترجاك أترجاك يا صاحب الجلالة، أترجاك. لا حول ولا قوة إلا بالله، أترجاك. فأنتم كتشوفوا متابعي القناة، والأم ترفع رسالة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باش أنه يدخل في هذا الموضوع، لأن مغربي يحمل بطاقة تعريف وطنية تحت حرف زد توفي بالبرازيل، لكن الإدارة تما المغربية اللي مكلفة بشؤون المغاربة ما كتجاوبش هاد الناس باش أنهم يسهلوا المأمورية باش يدخل المغرب يتدفن. مو كتقول لك ما بغيت حتى شي حاجة الله يرحمه، لكن بغيت ولدي أنني شي بلاصة فين بقى نترحم عليه. فنداء يا أختي المغاربة وصاحب الجلالة وأي مسؤول، نداء لجميع المسؤولين ولكل مسؤول ولكل واحد قادر يساعدني، على رأسهم صاحب الجلالة، أناديك وأترجاك يا صاحب الجلالة، أترجاك أترجاك أن تكون هناك مساعدة لنقل ابني من البرازيل إلى المغرب، قصد دفني بمدينة تازة، أترحم على ابني وأرى قبره يا صاحب الجلالة، أترجاك أترجاك أترجاك، أنا كل قلبي أترجاك. لا حول ولا قوة إلا بالله.
أترجاك كنطلب منكم تجيبوا لي وليدي وخا جايني في الصندوق وليدي نشوفو وخا غا في الصندوق وليدي وليدي حطمني وليدي 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 هرسني وليدي وليدي مات لي من بعد 10 دقايق من شوفته وليدي وليدي في أبي الفيديو وليدي ناجد كل مسؤول وناجد كل مسؤول يساعدني ويجيب لي وليدي انا مزوقه فيكم تحطيت في هذا الموقف ما كانش على بالي ما كانش على بالي ما مرض لي وليدي ما شرب الدواء ما نعس السبيطار وليدي ما كناش دايرين حسابها انا كنتمنى منكم تساعدوني في اقرب وقت وليدي يجيبوا لي لبلادو انا كنترجاكم 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 تقادات لي الهضره هادشي اللي بغيت نقول لكم جيبوا لي وليدي انا مزوقه فيكم انا مزوقه فيكم كناشدكم انا مزوقه فيكم قلبي كيتقطع هادي 3 ايام ما نعس ما كليت ما شربت انا مزوقه فيكم انا مزوقه فيكم فمتابعي قناه شوف تيفي من قلبي اقليمي تازه نتمناو الرساله توصل للجهات المسؤوله ونتمناو الاداره المختصه بشؤون المغاربه بالبرازيل انها تدخل على الخط ونتمناو حتى بالجمعيات اللي في البرازيل انهم يتواصلوا مع هاد الناس ويدقوا البيبان هاد الناس باش انهم يصيفطوا جثه هاد الشاب اللي اقولها خسراسو اقليم تازه وخسراسو الام ديالو الاصدقاء ديالو. حديث الاسبوع بتازه عن منصف لكن منصف راه حاصل في البرازيل ما كاينش مسؤول اللي يتحمل المسؤوليه باش يجاوب على هاتف باش ان منصف يجي لتازا يريح ميمته ويريح صحابه ويريح كاع العائله. فمن قلبي تازا مازال نرجعوا لهذا الموضوع متابعي قناه شوف تيفي وغادي نتبعوا هذا الموضوع بالتدقيق الممل حتى هذا الوليد ان شاء الله باذن الله يدخل المغرب ان شاء الله. شوفي خالتي راه ما غادي يكون غير خير ان شاء الله وغادي نتبعوا هذا الموضوع حتى يجي الوليد ديالك ان شاء الله. كناشد صاحب جلاله ترتاحي شويه من بعد الله سبحانه وتعالى يفتح لي هذا الباب يفتح لي هذا الباب على مصراعي ويجيني وليدي ونشوف وليدي النظرة الأخيرة وليدي عاد ندفنوه. كنترجاه 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 3 سنين ما شفت ولدي أنا كنترجاك يا صاحب الجلالة تدخل على الخط وتساعدني أنا مزاوقة فيك أنا كنترجاك تساعدني أنا كنترجاك 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 فأنا كنعرف بأنك الأب الحنون ديال المغاربة فحنا ليا وحنا على داك الوليد أنا مزاوقة فيك أنا مزاوقة فيك. لا إله إلا محمد رسول من قلبي تازة. مازال نرجعوا لهذا الموضوع متابعي قناة شوف تيفي حتى يجي هذا الوليد الإقليم تازة. أستودعكم.